جولة جديدة على أخبار بلا سياسة، حيث استمتع الباريسيون بتناول الطعام في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في فرنسا، وذلك بعد إعادة افتتاح شرفات المطاعم. فمنذ يوم الأربعاء تمكنت المقاهي والمطاعم من خدمة العملاء في المناطق الخارجية، كما تم تأخير حظر التجول الليلي لمدة ساعتين. وتعمل فرنسا على تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو، وتأمل في رفع جميع القيود بحلول نهاية يونيو. ماذا عن إيطاليا؟ أيضا فرح المتزلجون بعد السماح لهم بالنزول على منحدرات باسو ديل تونالييو لأول مرة منذ أكثر من عام، خاصة وأنه لم يتبقى الكثير من الوقت لموسم التزلج مع ارتفاع درجات الحرارة. فقد تم إغلاق منتجعات التزلج على الجليد في إيطاليا منذ تفشي فيروس كورونا في فبراير 2020. وأثناء زيارته الملكية إلى اسكتلندا، أظهر الأمير ويليام مهارة يدوية في أعمال النجارة، وذلك عند زيارته إحدى المنظمات في إدنبرا، وهي مؤسسة اجتماعية لمساعدة الناس على التغلب على الاستبعاد الاجتماعي وتعالج الظلم الاجتماعي والفقر وعدم المساواة. إلى خبر جديد، أظهرت لقطات من طائرات بدون طيار أثرا دخانيا للحمم البركانية من ثوران البركان في شرق الكونغو، ما دفع السكان إلى الانتقال بحذر شديد سيرا على الأقدام أو الأقدام مع أمتعتهم، بعضهم باتجاه الحدود القريبة مع رواندا. فبركان جبل نيراغونغو أحد أكثر البراكين نشاطا وخطورة في العالم. وأخيرا، سجل ساكورا دايموند، وهو خاتم من الألماس الزهرية الزاهي بوزن 15.81 قيراطا، سعرا قياسيا في مزاد عالمي لماسة مع هذه التركيبة اللونية النادرة، بجلبه أكثر من 29.2 مليون دولار أمريكي. ساكورا هي كلمة يابانية تشير إلى أزهار الكرز التي تتفتح لفترة قصيرة جدا في بداية الربيع، وقد تم بيع الخاتم من قبل كريستيز هونغ كونغ. وصلنا إلى ختام فقرة أخبار بلا سياسة، فاصل نعود استكمال ما تبقى من صباح العربية، ابقوا معنا.